اهلا وسهلا لغزالات ديالي، كي صبحتو لاباس عليكم؟ شخباركم خوتي في العائله؟ كنتمنى تكون تكونوا كلكم باحسن حال ومرحبا بكم معايا. المهم دابا الروتين ديال نهار الجمعه كنشاركو معاكم. انا خوتي هنا الله فطرنا، وهنا دزت البنات حيدت عليا الحفاضه، كانوا عندي شي دروس ديال الحلاقه والتجميل حفظتهم. هنا راه خوتي انا راه بادي الروتين ديالي مع 6 ديال الصباح فايقه، والمهم هنا البنات راه يلاه خرجوا دابا شويه، والمهم هنايا دخلت البنات غادي نجمع حتى انا البيت ديالي وغادي نخرج حتى انا غادي نمشي حتى انا من الدار. المهم هنا راه ما غادي نرجع حتى ل 12، اليوم الجمعه البنات حنا كنحبسوا مع 12 كنحبسوا، حتى المدرسه قريبه ليا يعني غير ثواني كنرجع ما كنتعطلش. المهم هنا البنات فاش جمعت بيتي يعني كنحط هذا على البشره ديالي، كنستعمل الواقي الشمسي ديال لوريال، باقي عندي البنات زوين بزاف هو اللي كنستعمل، وبعض المرات كندير الفوندو تانتا ديال لوريال نيت وصافي، وداك الجلوس ديال مايبيلين. المهم هاي مكياج خفيف ظريف البنات، المهم اهم حاجه هي داك الواقي الشمسي ضروري خصنا نحطوه، وحتى فاش ندخلوا الكوزينه كتكون ديك السخونيه ديال الفران وهذا يعني الواقي ما كنستغناش عليه. وصافي هنا البنات قديت حالتي، هنا لبست حويجاتي وغادي حتى انا نهبط في حالتي. المهم هنا كتقدر خاويه فاش كيمشيو البنات عرفتو كيجي الخوف. المهم هنا كنحسكم والله اذا كنحسكم بحال اللي معايا. المهم هنا تنستعمل هاد المرآة ديال الصغيره اللي كنت خديتها من عند مايل 5 دراهم، صدقات زوينه البنات، عندها جوج الادوار، كنستعملها مرايه وكنستعملها حتى حامل التليفون، وبعد المرات كتديها ليا صوفيا كنمشي حتى للبيت حتى نجيبها. المهم كتعجبني بزاف البنات، واخده 5 دراهم والله. المهم صافي هنا البنات هنا مديره في يعني غادي نمشي وغادي نرجع مع 12 وغادي نصايب كسكسو. المهم هنا راه مشيت البنات، وهنا رجعت مع ديك 12 ورباع 12 ونص. المهم غير دخلت قلت لصوفيا قلت لها غادي، قالت لي واش غتوجدي كسكسو؟ قلت لها غادي نوجد كسكسو، قالت لي غيوجد، قلت لها غادي نوجد. ايوا المهم دخلت مباشره البنات، كانت عندي الباكيه ديال الكسكسو، غسلت داك الكسكسو، نقيت داك الخضره، مشيت للكونجيلاتور جبدت اللحم، المهم داكشي خفن زربن بالزربه. المهم ما صورتش داكشي خوتي حيت حنا دائما تنشارك معكم كسكسو. المهم انا راه باش تاني نربح الوقت يعني ما بقاش عاد حتى التصوير كياخد شويه ديال الوقت. المهم هنايا راه درا داك الكسكسو كيطيب، وهنا جيت دوزت شفيف على الدار حيت راكم شفتو الصباح يعني يلاه دركت يعني نطوي غير المالطات ومشيت. المهم هنا كنمسح البنات وما كنخويش انا الماء البنات، حيت الا خويت الماء الجما غياخذ لي داكشي الوقت بزاف، وحتى القواتس ديال راكم عارفين هاد الشقق القواتس عندي مازال ما كيدوزوش الماء، عاد غندير ان شاء الله شي وقيت وعاد نجيب المعلم يصايب لي هاد القواتس ديال الدار. المهم صافي هنا راه قديت هذا الصالون بعد ما رجعت. المهم هنا الغدا وجدتو، ايوا هذا هو الروتين ديال نهار الجمعه خوتي. وصافي المهم هنايا لينا هنا ما كتجيش، هنا كتكون باقه ما جات لينا، ما كتجي حتى الثلاثة يعني، واخا نوجد كسكسو بكري غادي نبقى نتسناها حتى تجي، ولا جاني الجوع البنات كنمشي للثلاجه كناخذ شي ضناب اولا كناخذ شي دانون ولا شي هكا شي تفاحه ولا شي حاجه. المهم انا راه ما كنصبرش البنات بقات الثلاثة ديال العشيه، المهم كناخذ شي حاجه وصافي. المهم دوزت على الحمام، الحمام عندي نقيه البنات، دوزت غير هكا يا حكيت، ولكن هذيك اللقطه اللي فاش كنت كنكرم هذا الحمام راه تحلفت ليا من التليفون. المهم هذا هو الروتين، المهم ما خويتش الماء، انا كندير غير هكا صالي كروه في سطيل بحال هكا وتندوز مسيحه وهكا وصافي. مازال ما خديتش البنات عندنا ويا ناخذ داك السطا اللي تيكون بهدب ديالو. المهم حتى الا مشيت للاتقاده وعاد ناخذ ان شاء الله، ولا على دازت المرجان ناخذ شي واحد حتى هادو كيهنيو، وكان عندي شحال هادي والله الا تيهنيو كيهنيو ملي كتبقاي تعصري بيدك. المهم غير في الشبيكه تدوري صافي وتيعصر لك. ايوا المهم دابا راه تنقضي بهذا الشيء اللي عندي وصافي. المهم نقيت هكايا الدار في الصباح ودرت المعطر، المهم نقيت الدنيا مزيان وصافي. هذا الشيء خوتي اللي كاين. انت بالنسبه للكسكسو ما طيبتش، ما درتش ديك الباكيه كامله، درت خديت واحد الباكيه ديال نص كيلو، درت اي ديك نص كيلو ما درتش كيلو كامل. والمهم ديال الغديوه ديالنا خوتي ديال الجمعه كنشاركها معكم بكل حب، كسكسو هكايا عادي بلا ما درتش ديك الزبيب والتفايا وداك الشيء، درتو غير عادي هكا بخضيره، كانت عندي القرعه الحمراء نيت في الكونجيلاتور. قبل ما ينتهي الفيديو واحد التحيه كبيره لاختي فرح في الامارات، كنسلم عليك اختي بزاف بزاف وربي يشافي الوالده، وكنتمنى طمنينا عليها يا ربي، ونسلم على بنيتك حتى هي وربي يخليك ليا راك عزيزه وغاليه. وكنسلم عليكم كاملين خوتي والبنات وخوتي والمتابعين. المهم الفيديو هنا غادي يسالي. سلام البنات، انا لينا كنبغيكم بزاف.
باي باي. انا البنات راه عندي الاخت ديالي عيانه، كنتمنى تدعيو ليا معاها بشي دعيوه من تصلي وتدعيو معاها بالشفاء. والمهم كان هو هذا الفيديو خوتي وروتين ديالي ديال نهار الجمعه، شاركته معكم بكل حب. كنتمنى يلقاكم كاملين بخير وكنشكركم بزاف على المشاهده، ولا عجبكم الفيديو بارطاجيوه ليا مع الاصدقاء والاهل ديالكم، وما تبخلوش عندنا باللايكات ديالكم. يلا باي باي.